قال تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. الله أكبر. سبح لله، المخلوقات هي تسبح لله، أي تنزهه عن النقائص والعيوب. والله عز وجل أيضا سبح نفسه، يعني هو جل وعلا نزه نفسه وأخبر عن نفسه أنها منزهة عن النقائص والعيوب والآفات. والله عز منزه عن ماذا؟ عن مماثة المخلوقات. إذن الله منزه، لا عيوب لا آفات لا نقص بأي تقدير، كل صفات الله كمال، ليس فيها شيء من النقص والعيوب والآفات. كذلك منزه عن مشابهة المخلوقات، فليس ثم مخلوق مهما عظم أن يكون مشابه لله ولا بصفة واحدة من صفاته. فلا الله يشابه المخلوقين ولا المخلوقون يشابهون الله، ما في مخلوقات درجتها عالية في الصفات حتى تكون كصفات الله، وليس في صفات الله شيء من الصفات مثل صفات المخلوقين، فالله ليس كمثل شيء، منزه عن النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقات. كذلك مخلوقات الله عز وجل تنزه الله، تسبح الله عز وجل، وهذا التسبيح من المخلوقات يكون بلسان المقال ولا بلسان الحال، يعني هل هذه المخلوقات تسبح كما يسبح الإنسان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده، ولا هذه المخلوقات بشكلها بصورتها بعظمتها بإتقانها بإحكامها بلسان حالها تسبح الله وتنزه الله عن النقائص والعيوب؟ ها عبد الله، بلسان حالها ومقالها؟ لا، يعني مثلا الطيور ما تسبح؟ تسبح، وإن من شيء إلا تسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبح، ما نعرف كيف تسبح. كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل بلسان مقاله وبلسان حاله. بعض العلماء في التفسير قال بلسان الحال، ولماذا لا يكون بلسان أيضا المقال؟ فكما تعلمون بأن الله عز وجل قال للسماوات الأرض ماذا؟ قال ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وجهنم تقول وهي مخلوقة يوم نقول جهنم هل تأتي؟ وتقول هل من مزيد؟ واشتكت الجنة احتاجت الجنة والنار كما في الحديث، واشتكت النار ربها قال إن بعضي يأكل بعضا. فما المانع أن الجبال تسبح بحمد الله، النجوم تسبح بحمد الله، الشمس القمر، وإن من شيء لا يسبح بحمده، لها مقال يعلمه الله عز وجل، كيف لا نعلم كيف. أليست جلود الكفار يوم القيامة تنطق ينطقها الله عز وجل؟ تنطق ولا تنطق؟ صح؟ مع ذلك ليس لها لسان ولا شفتين ولا قصبة هوائية وتنطق تتكلم، يوم تشهد عليهم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، هذه تتكلم وتسبح بحمد الله بلسان المقال ولسان الحال. كيف يعني لسان الحال؟ كون السماوات السبع الشداد والأرض المنفرشة المبسوطة والجبال الأوتاد والطيور صافة في السماء والماء ينزل من السماء والأرض تنبت، هذه من رآها إيش يقول؟ سبحان الله. هي بشكلها بقوتها بدقتها بألوانها بتناسقها، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اللي يسابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون منذ آلاف ربما ملايين السنين وهي تسير لا تتصادم، هذا كله إيش؟ يدل على عظمة الله أنه منزه عن العبث عن النقص عن الأخطاء عن الآفات. فالله عز يقول في هذه الآية إن سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله ما لغير العاقل، يقابلها من للعاقل، ولكن لما كانت المخلوقات التي تسبح الله عز وجل أكثر من غير العقلاء، قال الله عز وجل سبح لله ما في السماوات، فكلها تسبح بحمد الله عز وجل وتنزه الله عن النقائص، ما في السماوات وما في الأرض في العالم العلوي والسفلي من مخلوقات الله عز وجل، وهو العزيز الحكيم. كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين هذين الاسمين العزيز والحكيم في مواضع كثيرة من كتابه. قال أهل العلم
لبيان أن عزة الله بحكمة، مش بطش على عبث، وأن حكمة الله عز وجل بعزة لا على ضعف. يعني أحيانا المخلوق ضعيف فيعالج الموضوع إيش؟ بالحكمة. المصادمة هو ضعيف ممكن يهلك، فماذا يلجأ إلى؟ الحكمة. وأحيانا المخلوق يكون عنده قوة لكن بلا عقل بلا حكمة يبطش يفسد أكثر ما يصلح. فناسب أن يصف الله نفسه ويجمع بين هذه الاسمين في المواضع العزيز الحكيم، لبيان أن عزته، قل معي، بحكمة، وأن حكمته بعزة. ولذلك العزيز له معاني، منها العزيز الذي لا يغالب فهو يغلب كل شيء، ومنها العزيز يعني فيه قوة، يقال أرض عزاز يعني قوية. فالله عز وجل هو العزيز وهو ذو العزة، وهو يعز من يشاء كما أنه يذل من يشاء، وهو جل وعلا رب العزة. والله جل وعلا هو الحكيم، والحكيم هذا له عدة معاني. حكيم من الحكمة، وهو وضع الأشياء في مناصبها وأماكنها. وحكيم من الإحكام، يعني يحكم الشيء ويتقنه. وحكيم يعني يحكم، ذو حكم. فما الذي يصف، ما الذي وصف الله بنفسه؟ هل هو ذو حكمة أحكم الحاكمين، ولا هو يحكم والله يحكم لهم عقب الحكمين، أو أنه متقن الأشياء، كتاب أحكمت آياته، مثل هذا الشيء يقال يا إخوان إيش؟ أن الله حكيم بكل هذه المعاني ولا منافاة، فهو ذو حكم وهو ذو حكمة وهو يحكم يتقن الأشياء، يحكمها يتقنها. لكن الآن حكمة الله وإحكامه وإتقانه ويحكم في الأمور القدرية الكونية ولا الشرعية؟ ها، يعني الله عز وجل حكيم فيما خلق من المخلوقات وحكيم فيما شرع من التشريعات، صح؟ صح. إذن حكمته أين يا إخوان؟ في كونية وشرعية، كما أنه يحكم فقضاهن سبع سماوات، سبع سبع حكم، صح؟ وكذلك يحكم بالتشريعات، ومن لم يحكم بما أنزل الله، إذا الله له أحكام أنزلها، ونحكم بينهم بما أراك الله، إذا الله عز وجل يحكم له أحكام. كما أنه جل وعلا أتقن مخلوقاته وأتقن تشريعاته، فكل ذلك يدل عليه ماذا؟ اسم الحكيم. وعرفنا لماذا يقول الله عز وجل العزيز بالحكيم، لبيان أن عزته بحكمة وأن حكمته بعزة سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات والأرض. انتبه لمن يحفظ من القرآن أن هنا الآية مطلع سبح لله ما في السماوات والأرض. في سورة أخرى مثل الحشر مثل الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هنا سبح لله ما في السماوات والأرض، أي نزه الله وقدسه ما في السماوات والأرض من مخلوقاته، فهو العزيز الذي لا يغلب أحد، الحكيم في خلقه وتقديره. في خلقه يعني ماذا يا إخوان؟ الكونية، حكمته في كن فيكون، وتقديره فيما قدره الله عز وجل، كذلك حكيم فيما في تشريعاته. نعم.